رأى أكاديميون ومختصون في جامعة الكويت أن ترتيب جامعة الكويت في المركز قبل الأخير بين الجامعات الخليجية بحسب تقرير مؤسسة كيو أس لتصنيف الجامعات غير دقيق، مشيرين إلى أن قضايا تصنيف الجامعات متشعبة ولا تتعلق فقط بالأداء الأكاديمي. وأكد الأكاديميون على أن جامعة الكويت من الجامعات العريقة والرائدة عربيا، يأتي ذلك بعد أن أثار تقرير المؤسسة حول تصنيف جامعة الكويت ردود فعل غاضبة من النواب والمختصين في المجال الأكاديمي. وضمن فترة إخبارية سابقة، أكد نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور جاسم الكندري أن التصنيف لا يعتبر معيارا للجودة، مبينا أن الدولة تنفق على الجامعة وهي التي تقوم بتقييمها بشكل دوري، كما أن خريجيها من داخل الكويت وخارجها يتبوؤون مناصب عليا ويشهد لهم بالكفاءة. موضوع التصنيف يعني المفهوم العام غير واضح، يعني عند الأخوة أيا كانوا يعني من خارج الجامعات، لأن التصنيف يشمل قضايا كثيرة أحدها هو الأداء الأكاديمي، ولكن التصنيف يشمل على يعني قضايا كثيرة، منها على سبيل المثال نسبة الأساتذة إلى عدد الطلب في الجامعة الواحدة. اثنين، يتعلق بنسبة عدد الطلبة الغير مواطنين في أي دولة، يعني عدد الطلبة الأجانب الموجودين في الجامعة. ثلاثة، يتعلق أيضا في الأبحاث، الجانب البحثي. أما فيما يتعلق بتصنيف جامعة الكويت، هناك أمور ليس لإدارة الجامعة سيطرة عليها، وأنتم كلكم تعرفون يعني في الكويت احنا عندنا طبعا ما شاء الله مجتمع متنور ومجتمع ديمقراطي والكل يدلو بدولة وبدلوة، وهذا أمر طبيعي جدا يعني. ولذلك أنت تعرف أن يعني الجامعة تصرف عليها الدولة بشكل كامل يعني، فأدائها تقيمها الدولة أساسا يعني. وإذا نظرنا شوية بس إلى وراء نجد أن معظم الموجودين وخريجي الجامعة في مواقع قيادية سواء داخل الكويت وخارج الكويت، يعني حتى أبنائنا اللي تخرجوا من جامعة الكويت من دول مجلس التعاون بعض الدول العربية تشوفهم هم متبوئين مراكز متقدمة جدا في دولهم. أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل مال الله أمس السبت بدء عملية التسجيل للفصل الدراسي الصيفي 2016-2017 اعتبارا من 25 من أبريل الجاري حتى 6 من مايو المقبل. وأضاف مال الله في بيان صحفي أن مواعيد التسجيل محددة لكل طالب باستخدام شبكة الإنترنت فقط، مشيرا إلى أن الحد الأقصى المسموح بالتسجيل فيه خلال هذه الفترة هو 10 وحدات دراسية. وأشار إلى أنه يمكن للطلبة تعديل الجداول خلال فترات التسجيل المبكر والسحب والإضافة بدءا من موعد تسجيلهم حتى نهاية فترة التسجيل دون مواعيد مسبقة.